الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، تأليف الشيخ محمد الخضري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا حول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي خلاصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبني عليها العمل. عندي لماذا تقرأ أنت السيرة؟ تقرأ السيرة لتتمثل النبي في المواقف وفي الأحوال وفي السلوك وفي المعيشة. وكنا وقفنا على قوله: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجيب من دعاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجيب دعوة الداعي، مش كده؟ من حق المسلم على المسلم أشياء كثيرة، منها رد السلام وإجابة الدعوة، مش كده برضو؟ ومنها أيضا إذا استقرضك تقرضه، وإذا استنصحك تنصحه، وإذا مرض تعوده، وإذا مات تتبع جنازته. كل دي حق للمسلم على المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعاه أي مسلم من المعاصرين له صلى الله عليه وسلم على أي طعام، كان يجيب دعوة الداعي، ولو كان هذا الطعام طعام بسيط، ولو كان هذا الداعي من الناس البسطاء. شوف، أعظم الخلق يجيب دعوة أبسط البسطاء صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يجيب من دعاه ويقبل الهدية، من صفاته أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كانت كراعا، يعني كان يجيب دعوة الداعي اللي بيعد له طعام، ولو كان هذا الطعام كراع، يمكن أنت ما دقتهاش لحد دلوقتي. عارف أنت رجل الشاه الخالية من اللحم دي اسمها الكراع. احنا اصلا لما بتذبح الشاة بترميها. شفت بقى، الفقراء ياخدوها ينضفوها ويسلقوها ويعملوا عليها فتة، انت ما تاكلهاش خالص. النبي كان اذا دعي الى كراع يجيب صلى الله عليه وسلم. فكان النبي ايه، مثال للتواضع وجبر الخاطر، مثال للتواضع وجبر خواطر المسلمين صلى الله عليه وسلم. طبعا كان يقبل الهدية ويجيب الدعوة ويكافئ عليها، يعني اما واحد يدعوك لشيء برضو خد له حاجة وانت رايح، ما تخشلوش ايدك فاضية، واخد بالك ازاي؟ علشان يعني ايه، تبقى هي دي عادات المسلمين، احنا كلنا اتربينا على كده. لما تبقى رايح تاكل عند واحد صديقك لازم تجيب له حاجة وانت رايح، واخد بالك؟ اي حاجة ولو هدية بسيطة او هدية كبيسة تفرقش، كل واحد لينفق ذو سعة من سعته، كل واحد حسب ما ربنا. لأن قيمة الهدية على فكرة في معناها، مش في إيه، مش في قيمتها المالية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة ويقبل الهدية ويكافئ عليها صلى الله عليه وسلم. وكان يمازح أصحابه، يعني كان إيه، يمزح ولا يقول إلا صدق. يقول للواحد مثلا: يا ذا الأذنين، طب ما كل واحد باتنين أذن، في واحد بودن واحدة يعني، لكن إيه، يمازح. واحد تاني من الصحابة يقول: يا ذا اليدين، طب ما احنا كلنا لينا ايدين اتنين، لكن ايه، من باب الايه، الممازحة والتلطف صلى الله عليه وسلم. واحد بيقول له ايه، بيقول له: احملني معك يا رسول الله، يعني اديني حاجة اركبها. تصور انت واحد جاي لك يقول لك: هات لي عربية، هتقول له: اتلهي، صح؟ لا، النبي كان يجيب له العربية بقى صلى الله عليه وسلم. العربية بزمانهم اللي هي ايه، اللي هي الجمل. فما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، احملني يا رسول الله، يجيب له جمل. فالتاني الرسول صلى الله عليه وسلم شايف الراجل مهموم وعايز كده ايه، يعني يفرفشه، يقول له ايه، احملك على ولدي ناقة. فالراجل يقول: وهل تلد، يعني وماذا افعل بولد الناقة، يعني لسه جمل مولود، هو فين جمل مولود؟ فقال: وهل تلد النوق الا الجمال، طب ما الجمل الكبير برضه مولود. فهمت ازاي؟ يعني هو عايز يخرجه من همه،
ان هو الراجل بلده بعيده وسفره بعيد وما عندوش ناقه وجاي له شكله الهم على وشه، والرسول اللي عايز يقضي حاجته ويكفي همه. شفت كان يتبسط مع ايه اصحابي. تيجي له عمته ستنا صفيه وام الزبير بن العوام، تدخل عليه وكانت امراه عجوز كبرت، وتقول يا رسول الله ادعو الله ان اكون من اهل الجنه. قال لا يدخل الجنه عجوز. صلى تقوم ايه تتخض كده، يقول الم تقرأ قول الله تعالى انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. يعني مش هتدخلي الجنه وانت عجوزه كده، ادخلي وانت شابه قويه جميله. اهل الجنه كلهم عمرهم 33 سنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح ايه الصحابه ولا يقول الا صدقا صلى الله عليه واله وسلم، ويخالطهم يعني يعيش معاهم، ياكل زي ما بياكلوا ويلبس زي ما بيلبسوا وينام زي ما بيناموا، وتدخل حجرات النبي تلاقي زي حجرات الصحابة، يعني لا هو عايش في أساس فاخر ولا في قصر، زي ما هم عايشين في حجرات هو عايش في حجرات. الأساس بتاع النبي زي أساس سائر الصحابة في بيوتهم، ما كانش يحب يتميز على الناس ولا يتميز عليهم ولا ياخد كومباوند ويقعد في حتة كده يبعد عن الخلق، يحب يعيش في وسط الناس كلهم صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى ازاي؟ وكان يخالطهم، لأن مخالطة المسلمين فيها بركة، وفقراء المسلمين لعلمك بركة كبيرة، اللي يعرف بركتهم ما يسيبهمش. فقراء المسلمين دول بركة كبيرة، وأنا بقول لك أهو خد بالك، عارف لما تاكل كده وإيديهم تبقى في الطعام معاك بيبقى الطعام ده شفا. لكن في ناس يعني ايه عامله ماشيين كده وعلى اطراف اصابعه قرفان حتى من نفسه، فده مسكين محروم من بركه كبيره. فهمت؟ لا تواضع كده. شوف النبي كان ياكل لما حجه الوداع، عمه مسؤول عن السقايه، فالرسول صلى الله عليه وسلم رايح بئر زمزم بعد ما طاف عايز يشرب زي ما كلنا ما بنطوب بنشرب من زمزم. فعم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا يا رسول الله ما تشربش انت زي بقيه الناس، انا عامل لك ايه يعني مشروب مخصوص ليك، إناء مخصوص وحاجة بتاع يعني موضب لك حاجة مخصوصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أريد أن أحرم بركة يد المسلمين، فشرب مع المسلمين زي ما بيشرب. دي كانت أحوال نبيك. شوف بقى أحوال النبي، يحب الخلطة مع الناس وعارف بركة المسلمين إيه، وبركة فقراء المسلمين أظهر من بركة أغنياء المسلمين. شفت بقى، لأن ربنا مع الضعيف خد بالك. فكان يخالطهم صلى الله عليه وسلم ويحادثهم ويتكلم معاهم في المواضيع اللي شغلاهم، يعني مش يقول لهم ايه الكلام الفارغ اللي انتوا قاعدين تتكلموا فيه دول ويقعد يستدفئهم، لا يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون، ويناقشهم ويدخل معاهم في المواضيع بتاعتهم ويسمع اشعارهم ويسمع اهازيجهم واغانيهم في الافراح صلى الله عليه وسلم، عايش كانه واحد منهم صلى الله عليه وسلم. ويداعب صبيانهم، وكمان ايه لما يلاقي صبي كده ايه يلعبه. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان سيدنا انس بن مالك كان ليه اخ اسمه عبد الله صغير كده، عبد الله ده كان عنده عصفور ايه ملون زي العصافير اللي انت بتحطها في القفص كده وتحطها عندك ملونه، عصافير الملونه عصافير الزينه. فكان عنده عصفور اسمه نغير منقره احمر، والطفل ده كان بيلعب بالنغير ده، فمر مات النغير فالطفل بكى، فكان كل النبي ما يزور الطفل ده يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير، فين النغير اللي انت كنت زعلان عليه، يفكره ويداعبه. حتى ان حديث يا ابا عمير ما فعل النغير العلماء استنتجوا منه حوالي يعني يمكن 70 حكم فقه بالرغم انها مداعبه صلى الله عليه وسلم. كان يمسك سيدنا الحسن والحسين وهم صغيرين كده ويلاعبهم ويداعبهم، وكان ايه يركبوه كده واخد بالك ويمشي ايه صلى الله عليه وسلم حبوا وهم يركبوا عليه، ولما يجوا يركبوا على رقبته وهو ساجد يطيل السجود صلى الله عليه وسلم. فكان رحمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ما فيش ارحم منه. ويمسك سيدنا الحسن يهشكه كده زي ما بتهشك انت ابنك ولا حفيدك، يقول له حذق بادق طق عينا باق. شوف حتى الايه الحاجات اللي تتقال للاطفال هو يقول له حذق يعني ماهر، بزق يعني رمى، طق عين بقة اصطاد عين بقاية يعني من الحزق. يعني حتى استنتجنا من هذا النشيد جواز الخيال للأطفال. شفت ازاي يعني كل حاجة بيعملها النبي بتستنتج منها أحكام
يطلع بقى كل قصص الأطفال والحاجات اللي فيها الخيال العلمي والحاجات دي كلها النبي دلنا عليه صلى الله عليه وسلم وفعله. يعني حتى في أثناء مداعبته للأطفال كن ناخد منه علم وناخد منه رحمة وناخد منه شفقة. وما كانش معروف عند العرب إن راجل كبير كده ليه مهابة يمسك طفل يهشك ولا طفل يدعب ولا يقبله، حتى يعتبروها ضعف ومظاهر ضعف، والرجل ده الفارس ده المفروض ما يكونش عنده ايه رحمة. لدرجة جاله احد غلاظ نجد شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل سيدنا الحسن والحسين واسامة بن زيد، فقال: لو اتقبلون صبيانكم ان لي 9 من الولد ما قبلت احدا منهم، لانه فارس مغوار ازاي يقبل يعني، هو يضرب بس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وماذا افعل لك وقد نزع الله الرحمه من قلبك؟ دي رحمه في نفوس الناس. فغير حتى موازين عادات الناس في عصره. كان عادات الناس من ايام حتى الرومان الفرسان والمحاربين والناس ذوي الشان الكبير والحكام، مفيش حاجه اسمها يدلع ابنه دي ولا يقعد يطبطب عليه ولا حتى يبكي وتظهر عواطفه او يضحك مع خدمه، او لا ما ينفعش. الحاجات دي لازم يبقى ليه برستيج، مش احنا اللغه بتاعتنا يقول لك ليه يبقى ليه برستيج يعني وضع كده. لا، النبي ما كانش كده يا سيدي، جميل. النبي كان جميل، كان يعامل الاطفال بطفولتهم ويعامل الشباب بشبابهم ويعامل العجز باحوالهم، يعامل كل واحد بحاله صلى الله عليه وسلم. فكان ايه يداعب الاطفال مش كده بس، ويجلسهم في حجره، ما كانش لسه في بامبرز، فقام حطوا طفلة في حجر النبي، الولد ايه بال في حجر النبي، يا خبر ابيض، حجر النبي يجي فيه بول، مش النبي بيقول له الله يخيبك ايه ده يا ولد ده، ويشتم ابوه يقول له بغير له قبل ما تجيبه لي، لا ما يقولش كده. النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم وخد الطفل ده وحنكه وادالي ابيه وقال لهم ايه يعني، اعطوني بعض الماء، ثم نضح على ثوبه وقال: يكفي النضح من بول الذكر. اتعلمنا حتى من البولة دي حكم فقهي، نعمة البولة هي، فهمت بقى ازاي؟ اتعلمنا حكم فقهي ان الطفل الذكر لو بال وجاء على الثياب يكفي النضح والرش ومش مهم نغسل، اما الانثى نغسل على طول، بول الذكر والانثى نجس، لكن التخفيف في التخلص من النجاسة وليس التغيير في الحكم، فهمت بقى ازاي؟ ما لم يطعم شيء الا اللبن يكفي النضح. ليه النضح؟ لأن الطفل الذكر لما يجي يبول يبول كده لبعيد، يرش لك رشة كبيرة، فلو هتغسل هتقعد تغسل البيت كله بقى، عملية صعبة، إنما ما ترش البيت كله سهل، يبقى لصعوبة الاحتراز خفف الحكم، إنما بول البنت ينزل تحتها فيبقى المكان محدود سهل تغسله. شفت بقى الشرع الشريف نظرته جميلة ازاي؟ مش يجي واحد بقى مش فاهم يقول لك دين ذكوري، الذكر ينضحوا له يا عم دين ذكوري، انت مش فاهم، هدي نفسك، خد نفس عميق واهدى، ده هنا لصعوبة الاحتراز، والدين يسر لا عسر فيه. البنت البول بينزل تحتها فيصعب، يسهل الاحتراز يعني يسهل الاحتياط وسهل انك انت تغسل تحتها وخلاص، لكن الصبي بيرش زي عربية الرش كده، واخد بالك؟ تصور انت رش لك الأوضة بتاعتك كلها، هتغسل المكتب والحيطان وتقعد بقى فيها نص يوم، ولما هتعمل كده هتتغاظ من الطفل تقوم تضرب. يوم النبي يقول لك لا، الحكاية بسيطة، رش شوية رشة كده. يبقى حتى عند مداعبته للصبيان وعند جلوس الصبيان على حجره صلى الله عليه وسلم وبولهم على حجر بنستفيد، بنستفيد مواقف كثيرة كان الناس لا تتصورها أصلا في هذا العصر، ان رجل عظيم يحط عيل صغير على حجره كده، ايه ده؟ امال فين الخدم وفين الامهات وفين الرضع والمراضع؟ ايه ده؟ جايبين لي الولد ده؟ ده كان يبص لهم بصه كده، الحكام بتوع زمان دول كانوا بص، ده كانوا بيقتلوا بالنظره يعني. يعني لو بص بصه غيظ العبد بتاعه يروح قاتل اللي متغاظ منه على طول، مش قبل ما يقول له اقتله. لكن النبي كان حاجه تانية، عشان كده النبي غير موازين العلاقات بين الناس صلى الله عليه وسلم. ويجلسهم في حجره ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، أي واحد يدعو لأمر ما يسألش بقى ده نسبه إيه، وظيفته إيه، تعليمه إيه، شهادته إيه، معاه أموال إيه، أبدا. هو يجيب كل الناس، الحر زي العبد والمسكين زي إيه، زي الغني.
ويعود المرضى في أقصى المدينة ماشيا على رجله. يبقى واحد مريض من الصحابة يكون ساكن في أطراف المدينة، يروح ماشي على رجليه يعود ويزوره ويتفقده، ولو حتى كان من دور أبنائه. يعني سيدنا جابر بن عبد الله مرض، وجابر بن عبد الله ده أبوه عبد الله بن حرام اللي استشهد في أحد، فكان من يعني في عمر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، مرض فجاء النبي يعوده صلى الله عليه وسلم. يعني تصور أنت بقى إيه لما يبقى واحد من شباب الصحابة يمرض والنبي يخش عليه يعود يسأل عليه. هكذا كان مع كل الصحابة صلى الله عليه وسلم، حياته كانت معجزة. متى كان يأتي هذا الوقت عنده مع كثرة مشاغله ويقضي حوائج الناس ويعود المريض ويجيب الدعوة ويصلي بالناس ويقضي ويقود الجيوش ويعلمهم القرآن ويعظهم إزاي ويبعث الرسائل للملوك ويستقبل الوفود؟ كل ده متى كان يأتي هذا الوقت له إلا أن يكون إعجاز؟ فكانت حياة النبي دي في حد ذاتها معجزة صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تعمل مشوارين في اليوم ولا 3 مصالح في اليوم تنام فيها أسبوع مستريح، تقول ده أنا عملت، فهمت؟ لا، النبي كان كل يوم عنده كده صلى الله عليه وسلم. ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر، ما كانش يلوم كتير، اللي أخطأ ويعتذر خلاص كأنه ما عملش حاجة وينسى ولا يذكره أصلا بذنبه صلى الله عليه وسلم، يقبل عذر المعتذر. قال أنس ما التقم رضي الله عنه، وده خادم النبي اللي عاش معه 10 سنين بقى وشاف النبي في أحواله كلها، فبيقول إيه؟ ما التقم أحد أذن النبي يحادثه فنحى رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. يعني ما حدش كلم النبي في أذنه كده كلمة سر عشان يقول له حاجة مش عايز حد يسمع، إلا والنبي إيه يصغي له كده، يفضل مديله أذنه حتى ينتهي الرجل وإيه وينصرف. وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر، وما حدش خد إيد النبي ويسلم عليه إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يترك إيده في كفه لحد ما هو التاني حياء يترك كف النبي صلى الله عليه وسلم. حاجات ما شفناهاش في حد، ولا حتى من الآباء ولا الأمهات، يعني حاجات والله ما شفناها حتى في الآباء والأمهات، وهم أكثر الناس يحبون إيه الإنسان هو أبوه وأمه. يمكن الأب والأمة ما تيجي تسلم عليه برضو إيه يسلم عليك كده ويسيبك على طول، مشغول معذور. لكن إحنا ما شفناش حد بيعمل اللي بيعمله النبي ده حتى مع أحب الناس إلينا، شفت قد إيه؟ فكان النبي حاجة رمز عجيب غريب، وعشان كده النبي بيقول برضو بدأ الإسلام غريبا ويعيده غريبا كان مدهشا، أدهش الناس بحسن أخلاقه. ويعود الإسلام بعدما الناس تسيب آداب الإسلام ثم يتعلموها مرة أخرى، يندهشوا من أدب الإسلام اللي هم هجروه مرة أخرى في آخر الزمان. فعلينا أن نعيد سنن النبي في المعاملات صلى الله عليه وسلم. وكان يبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وسلم، لأن خيرهم الذي يبدأ بالسلام. ده حتى في إيه يعني عند يكون في مخاصمة أو شيء من هذا، مخاصم حد، أفضل واحد في المتخاصمين هو اللي يبدأ الصلح الأول. وكان يبدأ من لقيه بالسلام. وإحنا بنشوف الوقت راجل يخاصم مراته وهو عايش معه في شقة واحدة ويخاصمها شهر، حاجة غريبة، قلب إيه ده؟ وهي كمان تتلوي منه وتسيبه وتقعد في بيت أهلها شهر ومتسألش على زوجها كلت إيه ولا عملت إيه ولا بتاع. إيه القسوة العجيبة دي بين الرجل وزوجته والرجل وأبنائه والأبناء وأمهم؟ بقت قسوة، حياة بقت إيه لدرجة بقت كده، يعني زادت نسب الاكتئاب والانتحار والإدمان بسبب قسوة الحياة. مفيش جانب حنين البني آدم يشعر به، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يهرب بقى، يهرب بالإدمان ويهرب بالانتحار ويهرب بالاكتئاب، ويروح عند الدكاترة النفسيين ويدوا أدوية يخمدوه. وادي احنا شايفين المشاكل كل الليلة، لأن ما بقاش في جانب مريح الإنسان يركن إليه عند الحاجة، فهمت؟ وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يرى قط مادا رجلي بين أصحابي حتى يضيق بهما على أحد. ودي رجل النبي دي يعني لو مدها الناس تبقى عايزة يعني تحطها فوق كتفها، ده رجل النبي يا عم. لكن برغم كده ما كانش يجلس مع الناس ويمد رجليه حتى لا يأخذ حيز، يوم يضيق عليهم المجلس صلى الله عليه وسلم. ولم يرى قط مادا رجليه بين أصحابي حتى يضيق بهما على أحد، يكرم من يدخل عليه صلى الله عليه وسلم، وربما بسط له ثوبه
يعني انت مثلا لما يدخل عليك واحد ضيف، واخد بالك، كان النبي ما عندوش كراسي ولا انتريه ولا فتيهات ولا حاجات فكان يعمل ايه عشان يكرمه؟ يروح فارد الثوب بتاعه يقعده عليه كانه هيبقى قاعد في حضنه، يعني حاجه غريبه انت ما شفتهاش حتى من جدك. شفت قد ايه كان النبي يبسط ثوبه كده للي يدخل عليه عشان يجلس، واحيانا يبقى الوساده اللي قاعد عليها وما عندوش غيرها في بيته، يروح قالع يعني واخد الوساده من اسفله ويعطيها للضيف الداخل ويعزم عليه ان يجلس هو عليه. وانتوا فاكرين في قصه اسلام عدي بن حاتم لما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشي معاه، فشافه وقف مع مسكينه كده يقضي حاجتها، قال لا ده مش ملك، ده الملك ما يعملش كده. وبعدين لما دخل البيت لقى البيت بسيط ما فيهوش اساس ولا، وبعدين ايه اداله الوساده يجلس عليها والنبي جلس على الارض، قال لا دي تصرفات مش ملك، ده حاجه تانية. فهمت؟ يعني حتى العلامات دي كانت سبب اسلام عدي بن حاتم الطائي. يكرم من يدخل عليه وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى. يعني حتى لو التاني استحى إنه يقعد عليها، كان النبي قاعد عليها شوفوا قام واديها له، الواحد يستحي يقول له لا والله أنا هقعد، يقول له لا أنت اللي تقعد، ويفضل إيه مع ورا لحد ما يقعده صلى الله عليه وسلم. مش عزومة مراكبية هي زي ما بيقولوا، لا عزومة كده بصدق صلى الله عليه وسلم، مش يقول له تاكل ولا شبعان، واخد بالك؟ لا ده كان يعمل الطعام على طول، ما هو وراثة إبراهيمية برضه، سيدنا إبراهيم كان كده، أول ما شاف الملائكة جاي له في سورة شباب وما عرفشهمش إنه ملائكة عمل إيه؟ راغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، يعني جاب لهم عجل إيه مشوي، ورغى يعني إيه؟ يعني بدون ما يشعروا، يعني راح بهدوء كده وراح إيه؟ قال له أمر بذبح عجل لهم وشيه، وبعدين جالهم داخل عليهم بيه. ادي كرم الانبياء، فهمت ازاي؟ وهو ده من سلاله ابراهيم، بل كرم سيدنا ابراهيم كان مستمد من روحانيه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو اكرم الخلق صلى الله عليه وسلم واجود الخلق. ويكني اصحابه، يعني ينادي اصحابه بالكنيه، كان لما تنادي واحد يا ابو فلان معناه التبسط يعني التودد، تقول له يا ابو فلان، الكنيه انك تقول يا ابو فلان يا ام فلان، يعني لدرجه ان الناس مش عارفين اسم سيدنا ابي بكر الحقيقي لان كنيته ابو بكر، اشتهر بيه والنبي ناديه ابي بكر مع ان اسمه عبد الله. فهمت بقى؟ عبد الله بن عثمان سيدنا ابو بكر مشهور بكنيته ابي بكر بن ابي قحافه، كنيته كنيه ابوه، وهو اسمه ايه؟ عبد الله بن عثمان. فهمت ازاي؟ يعني اشتهر بالكنيه، دليل ان النبي كان يناديهم بالكنيه احتراما لهم وتبجيلا لهم وتوقيرا ورفعا لشانهم. ويجي لك شويه ناس في اخر الزمان يقول لك ايه؟ ما تقولش سيدنا، قول محمد كده على طول، بشر معتاد. حاجه يعني ما شفناش يعني شغل اجلاف مثل هذه الطريقه. اذا كان النبي مع الصحابه كان يناديهم بكنيتهم. طب قول يا ابا القاسم يا سيدي يا رسول الله مثلا. وربنا يقول لك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني ما تناديش النبي زي ما بتنادي صاحبك. وكان يكني أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم صلى الله عليه وسلم، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجور فيقطعه بنهي أو قيام، يعني يترك الإنسان اللي معاه الحديث لحد ما ينتهي من حديثه، أو إنه ينقل الحديث إلى شيء محرم بقى ما يصحش. يجور يعني يبتدي بقى إيه؟ يعني يقول ما لا يليق. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم يا إما يقطعه ويقول له اسكت، يا إما يقول له سلام عليكم ويمشي صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان لا يخفي بشره عن أحد. وأطيبهم نفسا، يعني نفسه طيبة لا يكن أي غل لأحد صلى الله عليه وسلم. ما لم ينزل عليه قرآن، لكن وقت نزول القرآن كان النبي بيجد صعوبة شدة، فأحيانا وجهه يتقطب، أحيانا يجد الشدة ويعرق وجهه ويتغير حاله ويغط من شدة نزول الوحي عليه.
أو يعظ أو يخطب، وأثناء العظة الوعظ والخطبة كان يتفاعل مع الكلام اللي بيقوله، فإذا حذرهم شيء مثلا يقوم إيه يبان التحذير على وجهه وإشارة يده واهتمامه، زي ما قال مثلا إيه إن الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا، وبعدين لما جاء في حاجة هتنتشر في الأمة قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وقعد وقف ويكررها لدرجة أنه سكت. طب ليه كتر في قول الزور وشهادة الزور مع أن الشرك بالله أشد؟ لأن الشرك أمته آمنة تقع فيه، وعقوق الوالدين نسبة وقوعه في الأمة أقل من نسبة شهادة الزور، لأن كشف ليه عن عمل أمته. أنت دلوقتي ممكن تشتري واحد ب 200 300 جنيه يحلف جميع الأيمانات أنه شافه وهو ما شافش حاجة ويشهد، فهمت ازاي؟ فهتنتشر شهادة الزور. عشان كده النبي من شفقته على أمته يكررها ويقف بعد ما كان مضطجع، يقعد وبعد ما يقعد يقف ويكررها، لدرجة الصحابة شفقة على النبي يقولوا يا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. يبقى كان يتفاعل وينفعل مع الموعظة اللي بيقولها، ويظهر هذا الانفعال في طبقات الصوت بتاعته، فترتفع أحيانا وتهدأ أحيانا وتتحرك يده مع إيه مع الكلام اللي بيقوله، كل ده حتى يجذب انتباه السامعين له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق فقد وصفه الله تعالى بها في قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز يعني شديد عليه، أي عنت يصيب أمته أي مصاعب تصيب أمته تبقى شديدة على النبي، فاعرف أن كل الأحوال الصعبة اللي تمر بها الأمة النبي شاعر بها في قبره الآن، واخد بالك؟ هو بيدعو الله لنا، لكن تأخر الإجابة بسبب إيه؟ بسبب أننا غير صالحين لأن نرى الإجابة سريعة، فعلينا أن نسارع ونكون صالحي لظهور إجابة النبي فيه. فالنبي لم يتأخر في الدعوة لأمته، ولكن الله لا يجيب الدعوة إلا إذا كنا في حالة نستحق إجابة الدعوة. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جميع العوالم، جميع العوالم، ما رأيتها وما لم ترها، ما علمتها وما لم تعلم، فالنبي رحمة لكل العوالم. روي أن أعرابيا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه، يعني جاء أعرابي يطلب من النبي، يعني بلغة المصريين جاي يشحت من النبي صدق، فالنبي أعطاه اللي موجود أمامه. ثم قال أأحسنت إليك، يعني كده كفاية؟ قال الأعرابي لا ولا أجملت، لا أحسنت ولا أجملت. والصحابة قاعدين سامعين طبعا هيقطعوه، غضبوا ازاي يرد كده على النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب المسلمون وقاموا إليه، قاموا بقى ايه كله عايز يتحرش بيه بقى ويضربه ويأدبه. فأشار إليهم أن كفوا كل واحد في مكانه، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه، راح منزله شاف لقى عنده لسه في حاجات في البيت، فقام قال ابعته للأعرابي ده، فجاله الأعرابي البيت، ابتدى يحبيله ويحمل يعبيله لحد ما قال له إيه، وأرسل إليه وزاده شيئا، ثم قال أحسنت إليك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام إنك قلت ما قلت وفي أنفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. شوف النبي خايف عليه، لحسن إيه؟ هو شكر، هو ذم في الجهر وشكر في السر، خاف عليه لحسن وهو ماشي حد من الصحابة يتربص له بره ويقول له تعال أنت اللي قلت للنبي يضربه. ما هو عارف غيرة الصحابة على على نفسه، لأنه كان أحب إليه من أنفسه، فقال له أنت زي ما شكرتني في السر كده تعال بقى أقول الكلمتين دول قدام الصحابة حتى يزول من قلوبهم ما علق نحوك، عشان ما يبقاش في أي ضغينة بينك وبينهم، يقابلوك في يوم من الأيام في حتة كده خلا ويستووك، فهمت؟ فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الأعرابي قال ما قال، ف
فزدناه فزعم أنه رضي. أكذلك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. والراجل انصرف، مجبور الخاطر، والصحابة هديوا. فقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه، يعني واحد عنده ناقة هربت منه، فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فكل الناس جريت وراها عشان تمسكها فزادت نفور. فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض، يعني شوية حشيش كده في الأرض، لحد ما جات له، فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليه. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار، لأنه أذى نبي، فأنتوا قتلتوه، والعبرة بالنهايات، فلو قتلتوه على حال إيذائي هيدخل النار، لكن أنا صبرت عليه. ثم اعتذر بعد ذلك ومشي مجبور الخاطر، فنجا من أنه هو يعني إيه يقع في غضب الله. شوف قد إيه شفقتي على أمتي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يعني مش ما عندوش بقى إيه مخابرات كده تعرف أخبار الناس بيقولوا إيه علي من وراه، وكان في يهود وفي منافقين وفي مجرمين في المدينة، خد بالك. والرغم من كده كان النبي ما يحبش يسمع أي أخبار تجيله عن حد، فلان قال عليك كذا وفلان بيقول عليك كذا، علشان لما يجي يقعد مع الناس ما يبقاش في أي عداوة في قلبه لأحد صلى الله عليه وسلم. لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فلازم الواحد يعامل الناس بسلامة الصدر. يقول لك: طب ما الناس كده ممكن تمكر بيا وبقى أنا مش عارف. يا سيدي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، متقلقش، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلي، ما تقلقش. تيجي تقول للواحد كده يقول لك: أصل الناس بقت مكارين، طب أنا لازم أحتاط. يا عم تحتاط تقوم تعمل جواسيس عليهم، عاملهم بسلامة صدر وربنا هيحميك منهم. بعد احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم عاش بهذه الحالة ولم ينالوا منه شيء، يعني تحرشوا به وجمعوا الجيوش من أجل أن يقتلوه، لم يستطيعوا قتله أبدا، وكانت دعوته في ازدياد وإيه وانتصاره في ازدياد صلى الله عليه وسلم، وسيرته في علو. وكان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. يعني النبي أحب لحظات حياة النبي إيه؟ الصلاة. بيقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. لكن لو هو بيصلي ويسمع بكاء الصبي، عارف أن الأم اللي بتصلي خلف النبي وسمع بكاء ابنها قلبها هيتخطف على ابنها وهتنشغل بيه، فشفقة عليه يتجوز في الصلاة، مخافة على أمه أن إيه أن يعني تقلق على ابنها صلى الله عليه وسلم. مش يقول لهم: ما تجيبوش العيال، ما تدخلوش العيال هنا، مين اللي جاب ده، مين أبو الولد ده، مين أم الولد ده، ويقعد بقى يتخانق مع أم الواد واللي خلفوه، زي ما بعض أئمة المساجد بتعمل، يوم يكرهوا العيال الأطفال من الدخول في المساجد. الصبي اللي نمنعه من دخول المسجد جنبوا صبيانكم المساجد، المقصود بالصبي اللي هو ممكن ينجس المسجد، يعني صبي صغير ممكن يجي يبول في المسجد. دلوقتي العيال كلها لابسين بامبرز، يبقى خلاص سيبهم بقى، مش هيبول في المسجد ولا حاجة، فهمت؟ يبقى النبي كان بيقول ايه: جنبوا صبيانكم، يعني الصبيان غير المميزين، الاطفال غير المميزة، مخافة ان ينجسوا المسجد. لكن غير كده، طب ما انت بتسمع بكاء الصبي في مسجد النبي، دليل انه ما منعهمش. ولم يلم المرأة: لماذا اتيت بالصبي الى المسجد، كنت صلي بيتك، ما قالش كده، يعني كان رحمة. وبعدين الصبيان المميزة لما تيجي المسجد وتعتاد بتشوف الناس بالصلاة بيصلوا بيقولوا ايه، وبتتعلم، الناس بتتعلم على فكرة. الاطفال دول وهم قاعدين، عارف، هو بيلعب كده في المسجد وبيسمع الشيخ بيعظ الناس، بيعلق في ذهنه معاني كثير تاخد بالك منها. يعني انا بنتي ايه كده، كانت عيالة صغيرة لسه ما دخلت، فضل الله سنتين وتدخل كي جي وان، يعني 4 سنين ولا 3 سنين، وكنت انا بدي درس فقه في مسجد قايد باي في المانيا لان كنت ساكن جنبه، فكنا بندي احكام الصلاة، واخد اية في ايدي تقعد تلعب في الجامع كده برا ايه وفي الميضة وبتاعهم على الاطفال لحد ما ادي الدرس علشان ايه اريح امها منها شوية.
واخد بالك؟ لأن الأم بتبقى طول النهار مع العيال مطحونة، فأنت لازم برضو تهون عليها شوية. فمرة المهم كنت إيه بشرح إن المرأة لا عليها أن تغطي قدمها في أثناء الصلاة، لأن القدم عورة عند الشافعية والمالكية والحنابلة. فقدم المرأة لا يقاس على الكف على هذه المذاهب الثلاثة، كويس، وبالتالي يغطى في الصلاة. وأن الأحناف قاسوا كف القدم على كف اليد، وقالوا المرأة لها أن تصلي وإيه وقدمها غير مغطاة، مذهبان يعني. مرت الأيام وبعد حوالي سنة لقيت آية بنتي بتصلي في البيت ورجلها باينة، مع إن مامتها طول عمرها تصلي بالشراب لأن هي ماشية على المذهب بتاعنا. فبقول لها إيه ده يا آية بتصلي ليه كده، مش عندك شراب يا بنتي؟ قالت لي أنا بس بصلي على المذهب التاني. دليل إنها لقطت، دليل إنها عرفت ولقطت، فهمت بقى إزاي؟ فأنت ما تمنعش الأطفال يجوا مثل هذه المجالس، عارف بيسمع حاجة بيقوم يعرف قصة النبي، وعظ سمعه، حكم فقهي، بيعلق في ذهنه أسرع مما يعلق في ذهن الكبير. الكبير عنده مشاغل كتير، ممكن يبقى قاعد كده بحلق لك ومخه في شغله مش سامع حاجة، إنما الصبي بيبقى بيلعب وملهي ومخه معاك. ليه؟ لأن لسه مخ يعني إيه خالي. فأنت علشان كده تشجع الأطفال المميزين إنهم يجوا المساجد، بس تعلمهم أدب المسجد، يعني قول لهم أما تلعبوا العبوا بعيد، ما تمشوش أمام المصلين، الحاجات البسيطة دي. وسيبهم بقى خليهم يسمعوا مع الناس ويحضروا صلوات الجمعة، لأن هينبني وجدانهم بالتدريج مع كل جمعة بالتعلق بالنبي والصالحين وقصص الأولياء وقصص الشجعان وأحكام الإسلام وأخلاق المسلمين. لقيه طالع كده لوحده كبر، عارف إن الكذب حرام والزنا حرام والخناعة حرام وعقوق الوالدين حرام، كل الحاجات دي من قبل ما يدخل المدرسة عرف. شفت قد إيه من إيه؟ لأنك بيصحبك معك في المساجد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآم علينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كل ما يشوفنا كده يقعد يوعظنا، يوعظنا على طول كده طول النهار، وعظ وإرشاد وعظ وإرشاد لما الناس تزهق. لا يعني ايه كل فترة كده يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، يعني حسن نزهق، يعني يقعد معاهم يسيبهم بيتكلموا مبسوطين في موضوعه وبيضحكوا، يضحك معاهم ويتكلم معاهم وياكلوا، وبعدين في وسط الكلام 5 دقايق كده يقول لهم عظة، وبعدين يرجعوا في موضوعهم التاني، وبعدين بعد شوية بعد يومين يقول لهم عظة تانية، وهكذا. مش طول النهار في أمهات وآباء أول ما يشوف ابنه يدي له موشح من إيه؟ من التعليمات، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، قل ولا تقل، لما الواد يبقى كاره يقابل أبوه وأمه. فهمت إزاي؟ فما يبقى يعني اتعلم من النبي، ما تبداش تدي أوامر، كل ما تقابل ابنك تديله في اوامر، وكل ما تقابله تلومه، وكل ما بالراحه شويه خلي الواد يحب يقابلك. وانت برضو الام خلي العيال يحبوا يقعدوا معاك، انا مش طول النهار قاعده تقتتي فيهم وتلومي فيهم وتعملي فيهم، تبقى قعدتك ممله. وتبقى برضو المراه مع زوجها كده، يبقى كل يوم مطحون في العمل ويجي تلومه على القديم والجديد واللي لسه ما حصلش. هدي نفسك شويه، اديله فرصه الراجل يلقط نفسه. وانت كمان تبقى جاي من شغلك وهي طول النهار مطحونه مع الاولاد، ولقيت بس مثلا البيجامه بتاعتك مش متعلقه على في مكانها على الشماعه تتخانق معاها، انا مش عايز كل حاجه في مكانها، انا مش قايل لك يا عم اصبر شويه دي طول النهار مطحونه مع العيال، ما تجيبها انت يعني ايديك فيها تمر الحنه. فهمت؟ يعني لازم يبقى في شفقه في التعامل مع الناس عموما، المراه مع زوجها والزوج مع زوجته ومع الأبناء والأبناء مع أبيهم وأمهم وهكذا، تقوم تبقى حياتنا لطيفة. هو النبي عايز يبقى حياتنا كلها لطيفة وسهلة وجميلة، وما فيش شقاق ولا في إيه يعني صياح ولا في مشاتمات ولا في مخاصمات. وعشان كده اللي بيتسامح ويتنزل عن حقه ربنا معاه. تسامح يا أخي، ابتدي أنت الأول، ولا سيما ما بتسيبليش حاجة، طب أنت هتعملها بالمثل، سيب لها التكتير. وتسوق جوزك التاني اصل هو ما بيسيبليش حاجه، انا هقعد له على الواحده زي ما بيقعد لي على الواحده. لا، لا تعامليه بمثل سفاهته ان كان سفيها، ولا تعاملها بمثل سفاهتها ان كانت سفيها، ولكن حاول تستر سفاهه السفيه
وتتجنب جهل الجاهل، هي سنة النبي كده، الستر وتجنب جهل الجاهلين صلى الله عليه وسلم، مش مواجهة الإنسان بعيوبه. لو عملنا كده نسب الطلاق هتقل كتير، لكن دلوقتي من أقل شقاق يحصل تبص تلاقي إيه، ترفع قضية خلع والتاني يطلق ويغضب وبعد يومين يندم وياخد مراته ويروح دار الإفتة ويقفوا طوابير كل يوم اللي مطلقين في الغضب. طب ليه بتعمل في نفسك كده؟ وأما خلقه عليه الصلاة والسلام في الوفاء، يا النبي بقى صلى الله عليه وسلم هو الوفاء كله وحسن العهد. إنه إيه يعني إيه حسن العهد؟ يعني حسن إيه؟ يعني يتذكر المعروف، يعني لو عمل حد فيه معروف يفضل فاكره طول عمره، واخد بالك ازاي؟ ولا ينساه ابدا ويذكره بالخير والثناء، دي اسمها حسن العهد. وصلة الرحم، حتى انه كان يصل رحمه من الكفار اللي بيأذوه، مش كانوا بيأذوه في اول الدعوة يقول لهم ايه؟ ولكن لكم رحم ابلها ببلالها، يعني بيكلم الكفار اللي هم قطعوا رحمه يقول لهم اما انتم فلكم لي رحم، يعني في قرابه ابلها ببلالها ولا اقطعها كما قطعتم رحمكم نحوي. فهمت ازاي؟ ادي احوال النبي عشان تتحقق بيها مع قرابتك ان قطعوك او اذوك. فروي عن عبد الله بن ابي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل ان يبعث، يعني قبل سن الاربعين يعني، وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه، فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك. يعني كان النبي بيشتغل في التجارة قبل البعثة مش كده؟ فالمهم بايع بيعا مع واحد، وبعدين قال له هجيب لك الباقي بكرة في المعدة في نفس الميعاد. فالنبي بقى يروح في نفس المكان ده 3 أيام متتالية وينتظره ما يجيش، لحد ما جاله اليوم الثالث افتكر جاله، قال شققت علي أنتظرك منذ 3. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طالما اتفق مع واحد انه في معاد يحترم الموعد ويحترم المكان، احترام المواعيد دي نقطة مهمة، سنة نبوية شريفة. انت ساعات تدي الواحد وعد هجيلك وما تجلوش وهتصل بك ما تتصلش، لا النبي ما كانش كده، الوفاء بالعهد والوعد دي ايه؟ صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، ومش كده وبس، ويفضل يذكر ستنا خديجة اللي ماتت وهو لسه في مكة يفضل يذكرها لحد قبل وفاته، كل ما يشوف واحدة كانت بتجيله ايام خديجة يقول كانت تأتينا ايام خديجة، يعني تفتكر خديجة، وكل ما يجي له لحم ولا حاجة يقول تصدقوا بها على فلانة فإنها كانت من أصدقاء خديجة. يعني خديجة كانت في ذهنه سنوات طويلة بالرغم أن تزوج بعدها 10 نسوة، إلا أنه برضو منسيش خديجة، ده حسن العهد. وكان إذا أتي بهدية قال اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة، وكان النبي يحب قوي كلمة خديجة، كرر الاسم كده يعني يتلذذ بذكر خديجة خديجة خديجة، يعني كان ايه يعني حاجة، احنا بنحب خديجة عشان النبي بيحبها وعشان هي برضو تتحب ام المؤمنين، يعني ايه سيدتنا خديجة دي يعني سيدة ايه النساء وانجبت سيدة نساء العوالم كلها اللي هو ستنا فاطمة، خد بالك فهي كاملة من كاملة. وكان عليه الصلاة والسلام يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم، يعني كان يصل رحمه وفي نفس الوقت لو كان في حد أفضل من رحمه كان برضو إيه يفضل أهل الفضل بفضلهم دون أن يؤثر ذلك على صلة الإرحام، يعني يعطي كل ذي حق حقه صلى الله عليه وسلم. ووفد عليه وفد فقام يخدمهم بنفسه، النبي كان عنده خدم كتير، يعني لما يجي له وفد وعايز يطعمهم عنده خدم كتير يجيبوا له الاكل وهو يقعد معاهم يكلمهم لحد ما يحطوا الاكل ويوضبوا لهم حاجتهم، لا النبي قام هو اللي يجيب لهم الاكل ويحط الاطباق ويجيب لهم الطعام ويجيب لهم الشراب بايده الشريفه صلى الله عليه وسلم. فقال لو اصحابنا كفيك،
فقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. يعني لما أكرموا أصحابه في بلادهم في الغربة، فبقى هو يخدمهم لما جولوا زيارة علشان إيه، خدموا أصحابه. ويبدو أنه كان وفد من الحبشة. وفي حديث خديجة: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وسبق هذا الحديث وشرحناه في المجلس قبل الماضي. ودي كانت أخلاقه قبل البعثة، فما بالك بعد البعثة. فالنبي على كل أحواله كان على الكمال صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعده. وأما تواضعه عليه الصلاة والسلام على علو منصبه ورفعة رتبته، من أرفع الخلق مقاما ومنزلة على الإطلاق هو النبي، لكن كان في نفس الوقت أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، فلم تغيره المناصب الإلهية التي نصبها الله عليها الناس، مش مناصب دنيوية، ده ربنا اداله مناصب إلهية من الله كده مباشرة، اداله مفتاح الجنة في إيده والشفاعة في إيده وبدء الحساب بسببه، وجعله رحمة للعالمين ويصلي عليهم، واجتباه بالقرآن وهو أفضل الكتب المنزلة، وجعل أمته أكثر الأمم، ورفع قدره على العوالم، وجعله حبيب الله وخليل الله وصفي الله ونجي الله وكليم الله. ايه ده؟ يعني ده انت لو خدت ذرة من الحاجات دي بس كنت ما نعرفش نكلمك ولا كنت قعدت معانا اصلا. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله كان اكثر الناس تواضعا، وكان يقعد ياكل على الارض ولم ياكل على ايه، على خوان قط، ما اكلش على حاجة عالية، ويقعد كده ويأكل وهو منحني ويقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد صلى الله عليه وسلم. أما تواضعه عليه الصلاة والسلام على علو منصبه ورفعة رتبته، فكان أشد الناس تواضعا وأعدمهم كبرا. وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يخير بين أي شيئين كان يختار إيه؟ التواضع صلى الله عليه وسلم. فإياك والتعالي، لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. وخرج عليه الصلاة والسلام مرة على أصحابه متوكئا على عصا، فقاموا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. تنازل عن حقه صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لهم أما أدخل ما تقوموديش، خليكوا قاعدين زي ما انتم. تنازل عن حقه لأمته صلى الله عليه وسلم، لأنهم مهما قاموا ما استطاعوا أن يقوموا بحقه، فلما عجزوا تنازل هو صلى الله عليه وسلم حتى لا يحرجهم صلى الله عليه وسلم. وقال: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المجلس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.